السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيعرض فكرة ان تحويل التكست او البرومت ل3D، يعني مش ل2D، مش لصورة عادية، لا ل3D من جميع النواحي. دي المراكز ابحاث شغالة عليها، منها مثلا الجوجل، ودي البيبر بتاعتها، وده البروجكت، وده الجاليري، بحيث لو حد عايز يشوف صور كتيرة كل صورة من دول بقى. يعني هنا لبس القطة الفيرشوال رياليتي، تمام، وخلى ديناصور يلعب مع روبوت 3D. يعني اي تكست انت بتكتبه مش بيعمل لك 2D، لا بيعمل لك 3D، بحيث ان انت تقدر تلف حواليه وتشوفه 3D. ده شبح هو بياكل همبرجر. ده مجرد تكست، يعني هو انت بتكتب له التكست، فاللي هو الدريم فيوجن بيحول البرومت ل3D. هما حتى كاتبين اسامي الاسر والتايتل دريم فيوجن تكست تو 3D يوزنج 2D ديفيجن. وده البحث، بحيث لو حد عايز يطلع عليه، واوبن سورس تقدر تطلع على شفرة الكود وكل حاجة، الجاليري، البروجكت. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.